اليوم وقفة ترحم على أحد أبرز شخصيات الثورة التحريرية، شخصيات اللي سجلت بحرف من ذهب اسمها في التاريخ الجزائري وكذلك التاريخ المعاصر للشعوب المحبة للسلام والمحبة للاستقلال. اليوم الوقفة هذه لها رمزية قوية، أننا نأخذ وصل أو اتصال مع، نربط اتصال مع التاريخ اللي يعتبر من أهم أو أقوى تاريخ الشعوب بالنسبة للجزائر عبر القارة وعبر العالم ككل. شخصيات كما ذكرت كانت لها الفضل في تفجير الثورة التحريرية، واليوم الوقفة تاعنا ما هي إلا وقفة ترحم أولا وعرفان وشهادة لكل ما قدم هذا الأبطال من أجل جزائر حرة، جزائر موحدة، جزائر قوية. اليوم العبرة هي تواصل الأجيال من حيث الفكر، تواصل الأجيال من حيث محبة هذا الوطن، وكذلك تواصل هذه الأجيال للحفاظ على الجزائر واحدة وموحدة إن شاء الله. مرسي.